صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا شخص تمر علي بعض الأيام وأتمنى الموت من كثرة ما أشاهد من الفتن، فهل آثم بذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تمني الموت، قال: لا يتمنين أحدكم الموت لغر نزل به، فإن كان لا بد فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، فيفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.